السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. في أكثر من 38 جامعة أميركية تظاهرات واعتصامات واعتداءات بحق المتظاهرين والمعتصمين من قبل الشرطة الأميركية، والمطالب للمتظاهرين تنوعت من وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، إضافة لسحب استثمارات الجامعات الأميركية من الشركات التي تدعم الكيان المؤقت. والأخطر من هذا على أميركا والكيان المؤقت هو انتقال الاحتجاجات إلى جامعات أوروبية وكندية وأسترالية بشكل متسارع، ما يشكل خطر كبير على أميركا والكيان الصهيوني، ويؤشر لقرب نهاية هذا الكيان الغاصب وضرورة الاستجابة من قبل الإدارة الأميركية متمثلة بالصهيوني بايدن لهتافات المعتصمين وتنفيذ مطالبهم نظراً لقرب الانتخابات الأميركية. كل هذه التفصيلات راح نبحثها من خلال هذه التغطية الخاصة مع ضيوفنا الأكارم بالاستوديو، لكن قبل هذا نروح إلى تقرير أعده فريق الإعداد وبعدها راجعين. يبدو أن قضية غزة لم ولن تبقى إسلامية عربية شرق أوسطية فقط، بل هي قضية إنسانية تستنهض كل الأحرار حول العالم. وها هم طلبة الجامعات الأمريكية الدعم الأول والأكبر للكيان الصهيوني تتظاهر وتعتصم وتنتفض بوجه مسلسل الإبادة الجماعية المرتكب بحق الشعب الفلسطيني. فأعداد القتلى تجاوز 34,000، أغلبهم من النساء والأطفال. معاداة السامية وقلة المعرفة والوعي بالقضية الفلسطينية وصناعة المشاكل في الداخل، هذه هي أهم الاتهامات الموجهة للطلبة الأبرياء المناصرين فقط للقضية الفلسطينية والمطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة الصمود والعزة، بالإضافة إلى المطالبة بوقف المساعدات الأمريكية والميزانيات المالية الخيالية التي تخصصها الإدارة الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني، وسحب وإنهاء عمل كل الشركات الأمريكية الداعمة للكيان المؤقت. خطر هذه الاعتصامات على ساسة البيت الأبيض ونتنياهو يزداد ساعة بعد أخرى، فرغم القمع والاعتقالات لعشرات الطلاب واستمرار المفاوضات بين الشرطة الأمريكية وممثلي الطلبة، إلا أن وصولها تزايد وبدأت رقعتها تتسع وتنتقل إلى جامعات في بلدان أوروبية وكندية وأسترالية، ما يشكل تحديا كبيرا للإدارة الأمريكية بين قمع شعبها أو الاستجابة لمطالبهم الحقة. رحب بكم مرة ثانية، ورحب كذلك بضيوفنا بالاستوديو الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية، وكذلك الأستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي. رحب بك دكتور علي، ونتساءل بداية عن أهمية هذه الاحتجاجات، خصوصا أن هذه الاحتجاجات بعد أكثر من 200 يوم على الحرب، حرب الكيان الصهيوني وأميركا والداعمين لهذا الكيان على الشعب الفلسطيني، ما تسبب بأكثر من 34,000 شهيد مثل ما هو معلوم. نعم. فبالتالي نتساءل عن أهمية هذه الاحتجاجات بهذا التوقيت وبالداخل الأميركي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عباس أستاذ مهند ومشاهدين الكرام. ابتداء يعني هذا كان متوقع بصراحة، وإن كان متأخر لكنه كان متوقعا، وذلك لجسامة يعني الاعتداءات الصهيونية اللي قادتها إدارة حكومة اليمين. متوقع أنه ينتفض الداخل الأميركي بوجه الإدارة الأميركية؟ نعم، الرأي العام الأمريكي بصورة عامة على اعتبار الرأي الحر في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هنالك سيطرة من
من الـ من الـ يعني الـ السلطة الحاكمة، من الإعلام الأمريكي، من السلطة، من مؤسسات، لكن في نهاية الأمر هذا شعب حي، شعب الأمريكي، هنالك مستوى من الحرية مفتوح، وبالتالي هذا كل حقيقة كان متوقع أن يكون تأثيره، خصوصاً أنا أتحدث هنا عن الصور المؤلمة اللي ما عاد بإمكان الكيان الصهيوني ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تخفيها، لأنه هي متداولة بوسائل الإعلام، وما عاد هو حقا من طبيعة التحول الكبير اللي صار بالعالم هو هذا، أنه ما عاد هنالك بالإمكان أي نظام سياسي مهما كانت قوته، مهما كانت بما فيها أنظمة السياسة السياسية للدول الكبرى، أن تخفي شيئا عن الرأي العام. يعني جسامة ووحشية يعني المجراءات اللي اتخذتها حكومة اليمين المتطرف حيال يعني السكان الآمنين المدنيين، واستخدام المفرط للقوة بشكل جنوني وهستيري، أعتقد والصور كانت واضحة. برأيك هذا هو الدافع الوحيد لهذه الانتفاضة الطلابية الشعبية، أنه فقط الجانب الإنساني، أنه أكو أهداف وغايات ثانية من هذه الانتفاضة؟ بالتأكيد هي مترافقة مع يعني أسباب أخرى تتعلق بعملية ارتهان القرار الأمريكي لصالح الكيان الصهيوني، هنالك أيضا رأي عام آخر أوروبي ودولي بشكل كبير بدأ يتصاعد نتيجة لعملية الإسناد غير المبرر لإدارة الرئيس بايدن للحكومة الإسرائيلية المتطرفة ولإجراءاتها اللا إنسانية اللي تتقاطع مع أفضل يعني أبسط القواعد اللي بشرت بها الولايات المتحدة الأمريكية كثوابت لسياستها الخارجية، منها نشر الديمقراطية ومساندة الشعوب وعملية مواجهة الأنظمة الدكتاتورية وما إلى ذلك، في حين اللي يصير هو يعني تعبير واضح لعملية القهر والقسر واستخدام المفرط للقوة والتجاوز على حقوق الإنسان وحريات الأساسية. بالتالي هؤلاء الشباب اللي هم حقيقة بعيدين عن غزة كشفت الديمقراطية المزيفة لأمريكا. أنتقل لك أستاذ مهند وأرحب بك مرة ثانية. ختمنا تقريرنا بتساؤل، أنه إدارة بايدن اليوم تستجيب أم ما تستجيب؟ في حالة الاستجابة فبالتالي أنه تتخلى عن دعم لحليفها الاستراتيجي وهو الكيان الصهيوني، عدم الاستجابة نعرف أنه هذا التوقيت حرج بالداخل الأمريكي بقرب الانتخابات، فبرأيك القرار الأمريكي وين متجه خصوص هذه التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللأستاذ الكريم ولجميع المشاهدين. الواقع أنه هذه القضية قضية معقدة ومركبة، مشكلة إذا بقى نتنياهو لابد أن يرحل بايدن، وإذا بقى بايدن لابد أن يرحل نتنياهو، والانتخابات قريبة في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فالمشكلة بمن يضحون. هذه مشكلة كبيرة، لذلك أنه واحد من عوامل استمرار الحرب وإطالة عمر الحرب هو قضية الانتخابات خصوصا في الداخل الإسرائيلي. هذا الأمر أساسي، يعني هذا ما تسعى لأميركا؟ لا، يسعى لنتنياهو حتى نعم يبقى في الحكم، لأنه يعتبرها انتصار إذا ممكن. لا يعتبر أنه إذا انتهت المعركة والحرب ويكون هناك انتصار يكون هناك محاسبة لنتنياهو من قبل الكيان الصهيوني، وعليه أكثر من ملف فساد، وأتوقع أنه سوف يبدأون من الانتكاسة الكبيرة هي في 7 أكتوبر، أنه هذا خرافة القوة الإسرائيلية. لذلك أنه القضية الآن أصبحت قضية غزة قضية تتحكم في الداخل الإسرائيلي وتتحكم في الداخل الأمريكي، يعني ليس كما يظن البعض أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تستطيع أن تتحكم بدول المنطقة، لا، أصبحت القضية معكوسة. موجود يعني جملة من العوامل. العامل الأول كان سابقا الحكومات تستطيع أن تخفي الأخبار وأن تغير الحقائق وتزور الحقائق، ولكن اليوم موجود التواصل الإعلام اللي أشارها دكتور، التواصل الاجتماعي فتح، لا نستطيع اليوم أن نخفي أي عقيدة أو أي مشكلة. المؤسسات الأمريكية اللي تعتبر رصينة ناشرة هذه الأخبار، نعم نعم نعم. لذلك أنه حتى نعوم تشومسكي يقول أنه الإعلام الموجود للحكومات أنه دائما يذهب إلى شغل العوام الناس بأمور جانبية حتى يغيبوا الأمور الحقيقية، لذلك اليوم لا يستطيعون، لأن الإعلام ليس في يد الحكومات. الأمر الثاني أنه هناك تساؤلات مشروعة من قبل هذه البلدان، يمرون الآن في أزمة اقتصادية في أوروبا،
بجراء حرب أوكرانيا مع روسيا، فمن حق الشعوب لماذا ندخل في هذه الأزمة وما نحن شأننا بهذه الأزمة ولماذا نحن ندفع هذه الضريبة؟ هذه تساؤلات مشروعة من قبل الجماهير، لذلك أنه ارتداداتها على الداخل الأوروبي والأمريكي أصبحت واضحة. الأمر الثالث أنه يقتلون جنود ويقولون أنه هذه الدولة إرهابية وتلك الدولة إرهابية. من حق الناس وأهالي الجنود يسألون لماذا نحن نذهب إلى هذه البلدان؟ ما هي الغاية من الذهاب إلى هذه البلدان؟ إذن هناك مشاكل حقيقية هي التي أوصلت الشباب ما نجحت الإدارة الأمريكية بالتبرير أو الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال كل هذه الحروب على مدى السنوات والعقود الأخيرة؟ لا تستطيع التبرير لأن النتائج تكون دائما معكوسة. ماذا يبررون أنه يدخلون في دولة ويسقطون النظام لمدة 20 عام ومن ثم يخرجون مهدومة هذه الدولة ولم يقدموا شيء، وتعود الدولة إلى طالبان؟ ما هو الذي فعلوه؟ ما هو الأمر؟ أيضا في العراق أرادوا هذا وخربوا العراق وكثير من الدول، في سوريا كذلك. كل هذه الحروب خرجت حروب فاشلة وحروب لم تنتصر بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إلى الآن هي تفكر بالعقلية الإمبريالية التي تريد تحكم من خارج الحدود، وهذه مشكلة كبيرة. اليوم المجتمع الأمريكي تفاعل بشكل إيجابي وبمستوى وعي أكثر من السابق. طيب. مع هذا التفاعل له خصوصية دكتور. نعم. اليوم الاحتجاجات موجودة بالجامعات الأمريكية، خلنا نقول الصف الأول ممكن تصنف مثل جامعة كولومبيا وجامعة جورج واشنطن وغيرها من الجامعات اللي قلنا عددها يتجاوز 38، وطلبت هذه الجامعات هم من أبناء قادة الكونغرس الأمريكي. هذا شنو تأثيره اليوم بالداخل الأمريكي؟ بالضبط، يعني هي هذه الجامعات هي جامعات النخبة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الجامعات مو من السهولة الدخول فيها لأنه تكاليف الدراسة وما إلى ذلك، هي ليست مدعومة من الحكومة من الحكومات الأمريكية يعني من يعني الاتجاه الرسمي، وبالتالي تأثيرها بالتأكيد يعني بالغ التأثير على مجمل الرأي العام الأمريكي، وبدليل عملية تصاعد وتيرة الاحتجاجات. والحقيقة المشكلة الأكبر اللي وقعت بها الحقيقة الإدارة الأمريكية واللي ساهمت في عملية دفع المتظاهرين نحو التشدد وربما زيادة هذه الوتيرة هي طريقة التعامل مع هذه مع المتظاهرين، وكأنها نتعامل في دولة من دول العالم الثالث أو دول عالم الجنوب مثل ما نسميها الآن، ما عاد هنالك عالم أول مثل ما كان في أيام الحرب الباردة، العالم الأول التصنيفات أي الآن عالم الجنوب وعالم الشمال. عالم الشمال هم عالم المتقدم في النظم السياسية المستقرة، بس هاي الأساليب ما مأثرة. يعني إحنا إلى لحظة تقديمنا لهذه التغطية وإحنا بالجو حالياً توصلنا الأخبار أنه الاعتصامات مستمرة والمفاوضات مع الشرطة الأمريكية مستمرة، وبنفس الوقت أكو اعتقالات وأكو اعتداءات وغيرها من التفاصيل. نعم، هو هذا حقيقة هي هاي عملية التعامل أو التعاطي مع هذه التظاهرات بصيغة الاعتقال ومحاولة تفريط أو تفكيك الاعتصام بطرق يعني تقليدية غير آبهين بحرية الرأي اللي هي حقيقة أحدى ثوابت النظام الديمقراطي بصورة عامة، واللي الولايات المتحدة تعتبر من يعني كبريات الدول اللي يفترض أن تعطي دروسا لدول العالم الديمقراطية بعد اللي صار بغزة. نعم. واليوم وهذه حقيقة هي قيمة صمود شعبنا في غزة وشعبنا الفلسطيني في هذا المجال، هو عرّت هذه السياسات وهذه الادعاءات اللي تقدم. أنا بتقديري المتواضع اتجاهات الرأي العام المساند للقضية الفلسطينية الآن بدأت في التصاعد، ولذلك نشوف الآن مو في الولايات المتحدة، الآن حديث في الجامعات الألمانية أيضا هنالك اعتقالات غير طبيعية أو محاولة لعملية تصفية هذه المتظاهرات لئلا تصبح ظاهرة مثل ما كان هي الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه حقيقة بدأت تستخدمها حتى أحزاب المعارضة في هذه البلدان باتجاه عملية تقوية يعني وموقفها السياسي تجاه المعارضة لسياسات الحكومة. نعم، والآن حقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية المشكلة أصبحت مثل ما قال أستاذ مهند معقدة أكثر، اللي حقيقة إحنا نتحدث عن موسم انتخابي قادم على الأبواب، وهنالك يعني في بداية الأزمة غزة ثقل الإدارة الرئيس بايدن ألقيت خلف الرئيس رئيس الوزراء نتنياهو باتجاه كسب الصوت اليهودي، لأن هنالك 3 ملايين أو ربما أكثر من هذا العدد صوت إذا ما الحزب
الديمقراطي استطاع أن يستمر في عملية دعم الرئيس نتنياهو وما إلى ذلك، ستكون هناك تعاطف كبير وربما عملية توظيف لهذا الثقل الانتخابي الكبير لصالح عملية التجديد. الآن بدأت هذه تتراجع بشكل كبير جدا، نظرا أولا لأن هنالك داخل الولايات المتحدة الداخل الصهيوني الآن يعني مضطرب بشكل لم يسبق له مثيل. يعني إذا استعرضنا كل المواجهات العسكرية يعني أوقات الأزمات اللي عاشها الكيان الصهيوني من 48 و56 و67 و73 وحتى ب82 وحتى بعد خروج القوات الأمريكية من جنوب لبنان والحرب مع الكيان الصهيوني مع حزب الله، الداخل الإسرائيلي كان مساند حتى وان هناك تقاطع مع الحكومه، لكن مساند للجيش الاسرائيلي ولدعم الجيش الاسرائيلي وما هذا. اليوم لذلك اسال دكتور انه هذا استاذ مهند، هذا الوضع وما حدث في طوفان الاقصى وما حدث في غزه، اليوم هذه الاستجابه من قبل الشعوب، ذكرنا كندا، ذكرنا استراليا، الداخل الامريكي دكتور علي ذكر الجانب الالماني، ممكن حتى بفرنسا، كشفت هذه الشعوب الوجه الحقيقي لحكوماتها اليوم تدعي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واليوم هي تعتقل وتضرب وتتجاوز على أبناء شعبها. نعم، كان الانتقاد للحكومات ولسياسة الحكومات من النخب الموجودة، نخب في الجامعات، ولكن هذه النخب لم تكن صوتها مسموع من قبل الجماهير. مثلا في كندا تيشار لي ستايلر أحد علماء الاجتماع والفلاسفة أصدر كتاب ضخم قرابة 1000 صفحة ما سماه زمن ما بعد العلماني، إنه يتحدث ما بعد العلمانية ويقول إنه الديمقراطية الغربية اليوم هي غير ديمقراطية حقيقية، لأنها دائما تجنب كثير من الناس دخول في العمل السياسي، خصوصا إذا كانوا متدينين أو عكس التيارات السياسية الموجودة. إذن لا توجد ديمقراطية حقيقية، ولكن هذا بقى على مستوى التنظير، واليوم المجتمع ينظر إنه لا توجد ديمقراطية حقيقية، لأن الديمقراطية الحقيقية ينبغي أن تكون هي تعبر عن إرادة الشعب بالمقابل تطبيق القيم التي انبثقت منها الديمقراطية. هناك حقوق للإنسان وهناك حق للفرد وهناك حرية للشعوب وهناك إمكانية لتحقيق المصير. كل هذه الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبأ بها، خصوصا مع الشعوب الأخرى، يعني كل الإرادات دائما تفرض من الخارج، حتى ما نشاهده مثلا في بعض الدول العربية، أنه الأردن خلاف المجتمع الأردني، كذلك الولايات المتحدة خلاف المجتمع الأمريكي. بالتالي هذه الصورة المعروفة، الصورة النمطية، إيش وقت راح تنكسر هذه الصورة؟ أن يكون الشعب إلى كلمة وصوت الشعب أقوى من صوت الحكومات، باعتبار اتضح صوت الحكومات وصار واضح اليوم للرأي العام. لعله مرحلة جديدة تمر بها الديمقراطية، يعني مخاض جديد، أنه الديمقراطية حتى تكون ديمقراطية حقيقية، لأن كان مثلا المفكر فوكاياما يقول أنه الديمقراطية الغربية هي نهاية الديمقراطيات في كتاب نهاية التاريخ، فيتحدث عن نهاية الديمقراطية والحد الأقصى للديمقراطية، ولكن هذا الشكل أنه تحاول دعم كيان غاصب ومحتل والقتل البشع، كل هذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعمه، بالمقابل حينما الشعب يسأل أو يتساءل أو يعترض يقابل بالقوة. إذن هناك محك حقيقي للديمقراطية الأمريكية. والقضية الفلسطينية قربت من نهاية هذه الديمقراطية أو أن وضعت هذه الديمقراطية على المحك الحقيقي؟ لعله القضية الفلسطينية اليوم أصبحت فرقان. فرقان في كثير من الأمور بين زيف الضعف والقوة. يعني كانوا يصورون أنه دائما المسلمين والشعوب العربية ضعفاء لا يستطيعون التخطيط ولا المقاومة، وكذلك الشعوب الإسلامية الإرهابيين، لذلك نعم كل حركات الإسلاموفوبيا نعم كلها هذه. واليوم أصبحت أنه موجود حزب الله في لبنان، موجود في اليمن، موجودين في العراق، أيضا في غزة الجمهورية الإسلامية وجهت ضربة مباشرة ومعلنة، كل هذه أنه محك حقيقي للعالم. أيضا المحك الآخر والفرقان الآخر بين من يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين من يريد هذه الحقوق ويطبق هذه الحقوق. إذن هناك محك حقيقي وفرقان حقيقي بين جبهة الباطل وجبهة الحق. لذلك دكتور علي ذكرت فد معلومة مهمة تخص اليهود الأميركان. نعم.
المعلومات اليوم تقول حتى بعض الطلاب هم يهود أميركان مشاركين بهذه التظاهرات، ما معناه أكو تأييد من قبل اليهود الأميركان الموجودين بالداخل الأميركي للقضية الفلسطينية ومناصرين لها؟ هذا شو راح يأثر على حظوظ بايدن وحزبه في هذه الانتخابات؟ نعم، يعني حقيقة بطبيعة الشعب الأمريكي وشعب تفكير براغماتي عملي، هم عندهم بالدرجة الأساس داخل الولايات المتحدة يعني الأميركان بصورة عامة، إذا هو عربي أو مسلم أو يهودي أو مسيحي أو قوميات متعددة، نعرف الشعب الأمريكي هو شعب مهاجرين من كل دول العالم، هم الهمهم الأول الجانب الداخلي متعلق بموضوعة الخدمات، أمنهم الداخلي، نعم، الرعاية الصحية، العملية، الجوانب المجتمعية، هذه الأمور، الضرائب، هاي الأمور هي كلها تقريبا اللي هي تحدد إلى حد ما معالم التوجه نحو الرئيس فلان أو الحزب الفلاني من الحزب الآخر. صحيح السياسة الخارجية وما إلى ذلك إلها يعني سهم مهم أيضا، لكنه ليست ب، لأنه كثير من المواطنين ما يهمهم أن يكونون، اللي همهم الجانب الأول متعلق بعمليات، الجوانب المتعلقة بهمومة اليومية، بمصدر المعاشي، بالمستوى الاقتصادي، بالرفاهية وما إلى ذلك، خصوصا مع الأزمات الاقتصادية بالداخل، نعم، لذلك هم يعطون صوتهم لهذه للرئيس اللي يطمئن هذه الجوانب. فبالتالي أن يكون هنالك عملية تخبط، تواجد عسكري أو دعم غير الأسبوع الماضي أقر داخل الكونغرس مبلغ 16 مليار دولار لأوكرانيا وللكيان الصهيوني، وهذه كلها يدفعها دافع الضرائب الأمريكي، الضرائب المواطن الأمريكي، وبالتالي هذا كله راح يصير تاكس مضاعف أو ضريبة مضاعفة على المواطن الأمريكي. هذا بغض النظر عن موضوعة الخسائر بالأرواح والمتعلقة بالعملية الشحن النفسي، متعلق بالعوائل اللي تفقد أبنائها وما إلى ذلك، وهذا كل حقيقة مآلات بدأت تنعكس بشكل واضح على الشعب الأمريكي. انطلاقها من الجامعات أقوى من انطلاقها من الشوارع أو التجمعات البشرية في المناطق العامة تشوفها؟ نعم نعم، هو عموما بصورة عامة يعني المؤشر الأساسي لكل المجتمعات هي تقريبا الجامعات، يعني أولا هم هي فئة الشباب اللي تعتبر عماد المجتمع، والنقطة الثانية هي النخبة المثقفة المتنورة والنخبة اللي أيضا منظمة بنفس الوقت، يعني هي متواجدة يوميا في داخل الجامعات باعتبار ارتباطهم بالدوام الرسمي متعلق بالمحاضرات وما إلى ذلك. فبالتأكيد عملية تواجدهم وتنظيمهم سيكون في هذا المجال. لذلك أنا أعتقد الآن لم تحسن الإدارة الأمريكية يعني عملية التعامل مع هذه التظاهرات، وهنالك الواشنطن بوست قبل ساعات كانت عندما صدرت يقولون أنه هنالك تدمر كبير داخل أوساط الكونغرس الأمريكي، داخل أوساط الإدارة الأمريكية من التعامل مع أو في طريقة التعامل معها، واللي حقيقة زادت من وتيرة التحدي اللي بدأ ينعكس ربما بمستويات ربما تعجز عن الإدارة الأمريكية التعامل معها بالمستقبل. لذلك السؤال أستاذ مهند، الإدارة الأمريكية قادر اليوم تستجيب لمطالب الطلبة، خصوصا أنه هذه المطالب مقترنة بحجة ودليل، يعني لما نطلع على المطالب أنه وقفوا المساعدات العسكرية للجانب الكيان، اقطعوا التعاملات الاقتصادية، هذه النقطتين تشوفها قابلة للتطبيق من قبل الإدارة الأمريكية؟ لعله تطبق ولكن تأخذ وقت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تريد استمرار الحرب، ولكن لا تريد يعني أكثر من أنه لا تتوسع الحرب، أنه حتى أنه لا يعني رفضوا الرد على إيران من بعد الرد الإيراني، إذن هم واعين لمسألة خطورة توسع الحرب واستمرار الحرب، لأن يستنزف لديهم أموال كثيرة، وبالمقابل أيضا هم ظاهر يحسبون هذا الحساب أنه يكون هناك انقلابات في المجتمع وتكون هناك مردودات سلبية كثيرة، لعله يستجيبون ولكن ليس بهذه الصورة، يعني لهم قدرة على الالتفاف على هذه المطالب وإخماتها بشكل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني دولة لها مؤسسات كبيرة تستطيع أن تسيطر، ولكن إنه هذا الوعي لابد أن يعجل من بعض الأمور، مثلا لابد أن يكون هناك حد لهذه الحرب، تقليل من هذا الدعم، وضع هذا الوضع راح ينعكس مثلا على قرارات مجلس الأمن، على المنظمات الأممية الأخرى، باعتبار أنه صارت القضية الفلسطينية وقضية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني قضية إنسانية، قضية رأي عام بالنسبة للعالم. نعم نعم، هم أرادوا أن يعني يخفوا ويغيبوا هذه القضية بشكل كبير من خلال ملف التطبيع
جعل القدس هي عاصمة لليهود وكل هذه الأمور، ولكن يا سبحان الله أنه انقلب السحر على الساحر، أنه بدل أن يغيبوا هذه القضية أصبحت هذه القضية هي التي تتحكم بالوعي العام الدولي وتتحكم بالسياسة، أنه الانتخابات تكون واحدة من الأمور التي فيها معايير أساسية هي الموقف من فلسطين والموقف من غزة. وحتى أنه رأينا حينما كان بايدن في لقاء مع السيد السوداني أول مسألة طرحها قال أنه إيران اعتدت على الكيان الصهيوني أو على إسرائيل وأمن إسرائيل حقنا. إذن هي قضية مقلقة للولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر هي من أولوياتها المهمة. جيد دكتور علي، يعني معدل الشهداء كل ساعة يتغير بالداخل بداخل غزة وبداخل المدن الفلسطينية نتيجة الإبادة الجماعية، راح يصير توقف لهذه الإبادة بعد هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه الخسائر من قبل الكيان؟ يعني هي المشكلة الكبيرة اللي الآن هي تعتبر يعني عبئا كبيرا حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة الرئيس بايدن، العفو، إدارة الرئيس رئيس الوزراء نتنياهو، حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ما عندها خل خيار واحد هو الاستمرار بالحرب. يعني أي خيار آخر هو يعتبر انتحار سياسي على خلفية الرفض الكبير داخل الرأي العام الإسرائيلي، الأحزاب المعارضة، هنالك حقيقة هروب كبير من عملية التجنيد في داخل الكيان الصهيوني، الهجرة العكسية مدياتها أخذت تتسع، وخصوصا بعد الرد العسكري للجمهورية الإسلامية على الكيان المؤقت. هذه كل حقيقة تدعو إدارة نتنياهو إلى الاستمرار، لأنه ما دون ذلك ستكون النتائج كارثية. أولا ستفتح ملف الإخفاق العسكري والاستخباري والأمني في 7 أكتوبر، سيفتح ملف الدعاوى يعني المقامة على رئيس الوزراء نتنياهو، سيفتح ملف عملية التعرض للقضاء. هذه مع استمرار الحرب، مع وقف الحرب. فبالتالي هم الآن داعمين باتجاه أو وبنفس الوقت إذا توقفت الحرب نتنياهو ما حقق أهدافه، هو أهداف الكيان أساسا. أول أهداف الاستراتيجية عباس، الأهداف الاستراتيجية الأساسية اللي أعلنت يوم 9 أكتوبر بداية الرد الصهيوني على عملية 7 أكتوبر هي أولا إطلاق ما يسمونه بالرهائن، ثانيا تفكيك حركة حماس، ثالثا إبعاد يعني المواطنين في غزة إلى الدول المجاورة. هذه هي الأهداف اللي شنو نتحقق لم يتحقق أي من هذه وإبادة القضاء على المقاومة. الآن المقاومة مستمرة، القطاعات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة على الأرض في غزة يوميا تدفع ضريبة وفاتورة غالية سواء كان بالمعدات وبالأرواح، ستعلن قسم منها ما تعلن، هذا الموضوع أعتقد المجتمع الإسرائيلي حق أو أعرف به بشكل كبير. صحيح التغطية الإعلام مثل اللي تحدثنا قبل قليل، لكن في نهاية المطاف هي أخوكو سياسة تحكم بالإعلام وبدوات نعم الإعلام. وبذلك أنا أعتقد الآن يعني هذه التظاهرات ستكون يعني محرجة كبيرة جدا للرئيس بايدن، للحزب الجمهوري، حزب الديمقراطي. قبل التظاهرات المتحدة الأمريكية، قبل التظاهرات دكتور، بالتالي كل هذه النقاط ما تحققت بالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة لأمريكا، يعني بنظرة بوجهة نظر محايدة، بوجهة نظر منطقية قارئة للوضع، شنو اللي تحقق بالنسبة للكيان وشنو اللي تحقق بالنسبة للشعب الفلسطيني من هذه الحرب؟ الكيان لم يستطيع أن يحقق ولن يحقق أي هدف، لأن هذه الأهداف هي معلنة، وهناك هدف مضمر هو إعادة هيبة إسرائيل، وهذا لا يعود أبدا. كيف يعود أنه إسرائيل والكيان الصهيوني قبل 7 أكتوبر غير 7 أكتوبر؟ أنه كيان قوي وله قبة حديدية ولا يقهر، وكل الباقين هم إرهابيون، فهذه مشكلة أساسية. كيف يعيد هذه الصورة؟ لا يستطيع إعادة هذه الصورة، ولكن يريد أن يرسخ في الأذهان أنه لا زال قوي من خلال عملية البطش، أنه يبطش بالمدنيين بشكل كبير وبشكل غير مسبوق. هذا ناتج من عاملين، العامل الأول لأنه هو يشعر بجرح نرجسي أنه كيانه وشخصيته تهددت، بالمقابل أنه لابد أن يخلق أهداف
لذلك يضرب العنصرية الإيرانية، يحاول يخلق أهداف لوجوده أو لوجوده أو 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 يشغل بها الداخل الإسرائيلي. بالمقابل ماذا تفعلون؟ أنه مشكلة دائما الحرب لا تكون الأهداف وسقف الأهداف عالي حتى تكون قابلة للتحقيق. مثلا تهجير أهل غزة، القضاء على حركة حماس، إطلاق الرهائن أو الأسرى، كل هذه تحتاج إلى وقت طويل وبعضها قابل للتحقق، كمثلا التفاوض على الأسرى. ولكن القضاء على حماس كيف يكون؟ هو جماعة حماس والمقاومة الإسلامية. أذكر كانت هناك مناظرة بين جيمي كارتر والخصم في أيام جيمي كارتر، في يوم من الأيام أنه هذا الخصم رد، يعني اتهم كارتر، قال له أنت مسؤول عن تفجير القوات المارنز في لبنان وغيرها. فكارتر كان الجواب مالته ذكي، قال له من يريد الموت بماذا أخوفه؟ هم كانوا جايين يريدون يموتون، إحنا بيش نخوفهم؟ بيش نخوفهم؟ فهو أنه حركة حماس هي طالبة للشهادة والمقاومة الإسلامية هم يريدون الشهادة، فماذا تصنع لهم؟ ماذا يصنع لهم الكيان الصهيوني؟ نعم، هو هذا البلد حقيقي، هذا الوضع. إذن مشكلة الكيان الصهيوني اليوم يريد حل والخروج من هذا المأزق، ولكن الكيان الصهيوني كأنه يذهب إلى فناء بيده، أنه الدعم الخارجي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يضعف علي. أو بضغط سوف يضعف أو يقنن. طيب، هذا من جانب دكتور العفو أستاذ مهند. دكتور، أنه كل هذه النقاط اللي ذكرتها مثل ما وضح أستاذ مهند ما نجح الكيان بتحقيقها، فبالتالي شلون نفسر استمرار دعم الأمريكا والرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي للكيان الصهيوني؟ نعم، هو اولا يعني بالجانب الاستراتيجي الولايات المتحده تعتبر اسرائيل هي خط الدفاع الاول على مصالحها، فتستمر بالدفاع عنها ودعمها، وبالتالي هم الرؤساء الامريكيون يتبارون فيما بينهم في عمليه دعم اسرائيل، اولا للجانب الرؤيه الاستراتيجيه للولايات المتحده للكيان الصهيوني، والجانب الثاني هو مغازله الصوت اليهودي اللي تحدثنا عنه قبل قليل. فبالتالي هم يعني ملزمين شاءوا أم أبوا في هذا الجانب، لكنه في نهاية المطاف حتى بعد هذا الرأي الشعبي والتظاهرات في الجامعات راح يبقى مستمر الدعم تتوقع؟ مثل ما وضحنا قبل قليل هذا ستكون ضواغط حقيقية على الإدارة الأمريكية الحالية وحتى على الرئيس القادم، لأنه في نهاية المطاف سيكون أمام تركة كبيرة جدا. هم الولايات المتحدة الأمريكية ألزموا نفسهم كما ألزموا دول العالم بخطة الدولتين أو بخيار الدولتين اللي هم عملوا عليه وبكل ما به من سوء، مع ذلك الكيان الصهيوني لم يحقق لهم ذلك. بالأكثر من ذلك في زمن الرئيس ترامب تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، يعني وأساسا هذا الخيار منطقي، موضوع حل الدولتين وأنه أعترف بالكيان الغاصب دولة؟ أبدا، يعني ولم يكن، لكنه في نهاية المطاف هو هذا يعني التسلسل الأشواط التفاوضات وصلت إلى هذا الحد. يعني بالبداية كان هنالك عملية إجلاس الدول العربية والخاصة المحادثة للكيان الصهيوني على طاولة المفاوضات، وهذا تحقق في مؤتمر مدريد بعد طرد القوات العراقية من دولة الكويت عام 1991، وبدت عملية تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تحقيق الاتفاقات مع الكيان الصهيوني. يعني بعد مصر وقع الاتفاق وادي عربة مع المملكة الأردنية الهاشمية 93، ثم وقع اتفاق غزة أريحة مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن بقى الملف اللبناني والسوري عصيا على الحل وإلى اليوم. بذلك بوجود المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان اللي أصبحت عقبة كأداء أمام الكيان الصهيوني ولا زالت لحد الآن. طيب، أنا أسأل عن هذا الموقف، الصمود الفلسطيني وطوفان الأقصى وهذه الانتصارات المتحققة، موقف المقاومة الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الرد الإيراني اللي أشرت له حضرتك، هذه لها انعكاس على الرأي الشعبي والجماهيري في الدول الغربية وفي الداخل الأمريكي؟ هذا الشيء أكيد، أنه ما نراه اليوم في الشارع الأمريكي هو صدى لهذه الحركة أو لهذه العملية. بالمقابل أنه لعله صوت الدماء هي أسبق وأكثر تأجيجاً للمواقف. يبقى هناك بعد إنساني، وهذا البعد الإنساني والبعد الغيبي لابد أن نستحضره في العمليات بشكل كبير، لأنه دائماً لابد أن يكون عامل الغيب داخل في قضايانا نحن كمسلمين وكمؤمنين بالمقاومة، أنه قضية الغيب وتحريك الغيب وكيف انتقلت هذه والأطفال والأرواح وقصف المستشفيات
لا تمر بشكل عابر، وأنه هذه الدماء لابد أن يكون لها ثأر، وهذا الثأر أتوقع سوف يكون انقلاب داخلي هو داخل المجتمعات الغربية، وتتحول كثير من القضايا من المجتمعات الإسلامية، لأنه يبدو كأنه القرآن يقول يستبدل قوما آخرين، كأنه الله عز وجل استبدل بعض الشعوب الإسلامية والعربية بالشعوب الغربية، هي التي تأخذ وهي التي تدافع من دافع إنساني، بينما نحن كشعوب عربية وحكومات عربية نرتبط باللغة والجغرافيا والتاريخ والدين، وكل هذه الروابط لم تؤثر، إنه فقط اليوم الرابطة الإسلامية المقاومة الإسلامية هي التي اتخذت هذا الموقف. صدعوا رؤوسنا القوميين، صدعوا رؤوسنا العلمانيين، صدعوا رؤوسنا المدنيين، لن نجد أي قضية من قضايا الأمة هم يقفون ويقدمون دماء أو يحاولون حل هذه القضية، بل هم يكونون جزء من هذه القضايا ومن هذه المشاكل. لذلك أنه أتوقع أنه البعد الإنساني والغيبي حاضر في هذه القضية. البعد الإنساني اليوم إحنا نشوف الكيان ما يعترف بالإنسانية، ما يعترف بالأطفال، ما يعترف بالنساء، حتى المؤسسات الصحية تهدم وتقصف بشكل مستمر، والاستجابة اليوم صارت من داخل هذه البلدان، حتى في داخل الكيان اليوم المعلومات تقول أنه هو عكس موقف الحكومات. هذه القضية الإنسانية راح تكون واقفة بشكل حقيقي وحائط صد بوجه هذا التمدد بالنسبة للأميركان وإلى الكيان الصهيوني؟ بالتأكيد، يعني الكيان الصهيوني معروف منذ إنشاء ككيان غريب عن هذه المنطقة، نتيجة لعملية التلاقي بين مصالح الحركة الاستعمارية ومصالح الحركة الصهيونية في إقامة هذا الكيان لكي يكون خط الدفاع الأول للمصالح الغربية في هذه المنطقة المتخمة بمصالح الولايات المتحدة والعالم الغربي. فبالتأكيد كان هنالك عملية التغطية حتى على كل سياساته، اللي هي لم تكن على الإطلاق معترفة بيوم من الأيام بأشياء بهذه المسميات اللي تحدثنا عنها، حقوق الشعوب، حقوق الإنسان، حريات الأساسية، الجانب الإنساني. فبالتأكيد كانوا يستخدمون يعني العصا الغليظة، الإفراط باستخدام القوة، يعني يجتاحون حي كامل بسكانه وبشيوخه وبأطفاله وما إلى ذلك. لكن هذا الموضوع بدأ الآن يتراجع نتيجة لوجود المقاومة، نتيجة يعني بدأت المقاومة بحجر وبميديا أو سكينة أو ما إلى ذلك، اليوم تحولت إلى صاروخ وإلى عملية تحسب لها الألف حساب الكيان الصهيوني قبل ما يقدم. وبالتالي هم الآن حقيقة في حيرة من أمرهم، هنالك عملية مثل ما قال سعد مهند، عملية كسر لهذه الهيبة اللي أو الشيء الكارتوني اللي بني تحت مسمى الكيان الصهيوني، واللي على أساسه تم عملية استخدام كل اليهود أو ما استطاعت الحركة الصهيونية استخدام من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهذه. لكن الآن بدأ الأمور تأخذ مجريات أخرى. قبل قليل أشارت إلى موضوعة الهجرة العكسية، يعني إذا تابعتم حضراتكم مشاهدين الكرام قبيلة وأثناء وبعد الضربة الإيرانية، الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، امتلأت مطارات تل أبيب والمدن والمطارات الصهيونية بالمهاجرين اليهود اللي بدأوا يعني يرجعون إلى بلدانهم، لأنه حقيقة لم هؤلاء غير معتادين على هذا الجو المشحون، ما حصلوا الاستقرار، ما حصلوا الأمن. تعرف حضرتك أكثر من 48 ساعة بقوا داخل الملاجئ وما إلى ذلك، هذا حقيقة واقع غير مألوف بالنسبة لهذه المجتمعات. لذلك أنا أعتقد الكيان الصهيوني بدأ يتعامل بهستيرية عالية غير آبه بكل هاي المعطيات اللي يتحدث عنها. هذه المعطيات أستاذ مهند تأشر لنا إلى أنه اقتربنا أكثر من نهاية أو تفكك هذا الكيان؟ نعم، الكيان الآن ضعيف وفي حالة تنازل كبيرة، وهذه رؤية كانت لدى يعني المقاومة الإسلامية أن عمر هذا الكيان قصير وأنه ضعيف وسوف يزول، وإن شاء الله نرى هذا الزوال كما رأينا سقوط الطواغيت في البلدان العربية، أنه قضية محسومة. أنا لنعيش اليوم مؤشرات؟ نعم نعم، مؤشر بدايات لهذه المؤشرات، وأنه هناك سؤال أو فكرة يعني دائما أنه هل أنه الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على اليهود وعلى الكيان الصهيوني
إذا كانت حريصة لماذا تضعه في منطقة كل جواره هم من أعدائه؟ ولماذا تدعمه حتى يعاد الآخرين وتسلحه وهو يقاتل؟ إذا كانوا هم بضع ملايين فهذه البضع ملايين المفروض تحافظ عليهم لأن قابلين للانقراض، أنت ليش تدخلهم بحرب؟ هل أنه زج للحالة اليهودية للتخلص من عتها من قبل الحالة المسيحية مثلا؟ هذا يبقى لفكرة تأسيس هذا الكيان بالثلاثينات. هل أنه أرادوا الخلاص من اليهود والخلاص من عدوهم المسلم العربي من خلال صدام مباشر حتى يكون لهم السيادة؟ كل هذه أسئلة ينبغي أن تطرح. أنا كنت أقول عن الدكتور عبد الوهاب المسير رحمة الله عليه، صاحب الموسوعة، أنه يقول أنفقت من عمري ربع قرن، يعني 25 سنة لكتابة هذه الموسوعة، استقال من الجامعة وكرس كل حياته وحتى دخل في عداء مع الحكومة والنظام. فقلت لماذا هذا الجهد وهو مفكر فذ وجيد جدا، لماذا لم يشغل نفسه بمواضيع فكرية؟ ولكن الآن عرفت أنه فقط عبد الوهاب المسيري كان مفكر واقعي، لأنه نظر إلى قضية اليوم يتحدث العالم عن حرب عالمية ثالثة مبدأها من غزة، اليوم نتحدث عن تغير في الديمقراطية الأمريكية أيضا المنطلق غزة، اليوم نتحدث عن استراتيجية جديدة للقوى الإسلامية والعربية، إيران ترد بشكل مباشر. كل هذه التغيرات أصبحت غزة اليوم هي كما قلت محك حقيقي وفرقان لكثير من القضايا. فعلا، لذلك دكتور علي نسأل عن أنه شنو اليوم المطلوب من الفئات والمؤسسات التعليمية والجامعات العربية والإسلامية بعد هذا الموقف الشجاع من قبل طلبة الجامعات الأمريكية؟ يعني احنا حقيقة تحدثنا عن هذا الموضوع يمكن نجانب الحقيقة نجانب الواقع. احنا نتحدث عن دول مسيطرة عليها نظم سياسية كحكومات، يعني ارتبطت عضويا ومصيريا بحركة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، قسم منها مهرولة نحو قطار ما يسمى بالتطبيع وقسم منها تنتظر الأجواء الإيجابية للوصول إلى هذا الجانب، باستثناء طبعا محور المقاومة اللي هو حقيقة الآن اللي يحمل لواء وشرف المقاومة وفي دعم الأخوان الفلسطينيين. ويعني بس ما تشوفها معيبة يعني زحمة اليوم اللي تشوف طلاب وشعب أميركي ينتفض بوجه قيادة الداعمة للكيان وينتفض للقضية الفلسطينية، ومثل ما قال أستاذ مهند اللي نشترك وياهم بالدم والديانة والإسلام والروح والعقيدة؟ نعم. بالتأكيد من عندها الحكومات. بالتأكيد معيبة جدا، لكن في نهاية المطاف طبعا الرأي العام إلى دور، وربما عملية انضباطة أو يعني توجساتها ربما هي قد تصل إلى حد ما وتنفجر هذه، وبالتأكيد هذه الحكومات وهذه الأنظمة البوليسية ستستخدم كل ما لديها من قوة، ربما أكثر مما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية في عملية يعني التصدي لمثل هكذا ردة فعل كبيرة جدا، لأنه في نهاية المطاف هذه ربما هذه المشاعر تكون جياشة أكثر يعني مما يحملها الطالب الأمريكي والكندي والأسترالي، وما يعني الطالب العربي المسلم شعوره ارتباطه مصيره، كل هذه الجوانب مؤلمة أكثر وانعكاساتها أكثر بالفكر وبالممارسة. فبالتأكيد عندما ستندلع هذه الشرارة ستكون الأنظمة السياسية العربية بكل مستوياتها بكل تسمياتها في مأزق كبير جدا، عليها أن تضع حلولا ربما، وإلا ستكون مصيرها ربما يعني مصير حرج جدا. أخويا كحكومات اجتمعت بقمة عربية ما صار عندنا حتى بيان ختامي مناصر حقيقي للقضية الفلسطينية. فأنا أسأل أستاذ مهند إيش قد تقدر تبقى هاي الحكومات مسيطرة على هذا الوضع أو قابضة على هذا الوضع؟ يعني هنا نشوف إذا تطلع مظاهرات بالبحرين تناصر القضية الفلسطينية مباشرة تصير اعتقالات، أما باقي الدول فهذا الشيء ما موجود. فإيش قد راح تبقى هذه الحكومات قادرة أنه تسيطر على هذا الوضع؟ هذا ينعكس يعني إذا كان هناك تغير في السياسة الأمريكية، لأن كل هذا هو دعم من الولايات المتحدة الأمريكية أنه تدعم هذه الحكومات، وهذه الحكومات دائما هي تسبح بحمد الولايات المتحدة. لذلك أنه إذا كان هناك تغير في الموقف الأمريكي من قبل الضغط الجماهيري وطلاب الجامعات، يكون هناك أيضا تغير في
المواقف الحكومات، ولعله من تداعياتها ربما تكون هناك انقلابات وتكون هناك مظاهرات وتكون هناك تغيير لبعض الأنظمة. أنا لا أتوقع أنه الآن الجيش المصري لا ينسجم مع توجه القيادة المصرية، ولكن بالمقابل لا يستطيع أن يفعل شيء أو لم يريد أن يفعل شيء. لعله يكون هناك في المستقبل انقلاب في مصر على هذه القضية، يعني يكون المحور هو قضيتهم من الموقف من فلسطين. بالمقابل هناك الأردن، يعني كثير من الجيش يناصر الشعب الأردني، ولكن نعرف أنه لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. له يكون هناك تغيير في المنطقة على هذا الأساس، مثل ما والموقف من قضية فلسطين. ما ذكرت في بداية طرحك أنه قضية الفلسطينية صارت هي الفارق ما بين الحق والباطل، وما بين موقف الحكومات الحقيقي الداعم للقضية الفلسطينية أو المناصر للكيان الصهيوني. يعني أشكرك الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية، كذلك أشكرك أستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى واستجابات أكبر وردود أفعال أكبر بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية الإنسانية وقضية الإسلام الأولى. في أمان الله. We'll be right back.